تريزيجيه الحقيقه والتألق الكبير اللي عايش نجم المباراه النهارده، مش عشان سجل هدفين، لما تريزيجيه من احسن اللعيبه اللي موجوده الفتره الاخيره، وحظ تريزيجيه ان صلاح موجود في التيم، معلش. فتريزيجيه نجم كبير جدا، لعيب كبير ما شاء الله، بيفرق له ادوار في 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 كل مباراه فنيه مهمه جدا، بيقدر يوصل، بيقدر يسجل، بيصنع، لعيب مهم جدا، بيجري كتير قوي، بينفذ، لعيب تكتيكي على اعلى مستوى. اعتقد تريزيجيه النهارده نجم المباراه طبعا، اول ما فيش كلام، ومن احسن اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر خلال الفتره الاخيره، من احسن اللعيبه. لو في 2 3 لعيبه تريزيجيه اعتقد يبقى بعد صلاح من احسن اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر. خلي بال حضرتك برضو من اللي قاله فيتوريا، او من ضمن الحاجات اللي قالها ان هو المنتخب عنده ميزه دلوقتي ان هو لا يعتمد على صلاح فقط. ايوه، ما الحلول، ما انا قلت هو محظوظ ان عنده قدرات كتيره جدا وحلوله كتيره جدا.